أسعد الله صباحكم. اليوم لدينا درس في مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي بعنوان خصائص الجمع. سوف نتعلم اليوم جمع الأعداد بأي ترتيب، وجمع الصفر مع أي عدد آخر. لدي الآن قطعة الدومينو، تحتوي الجزء الأول على 3 نقاط والجزء الثاني على 5 نقاط، أي 3 زائد 5 كم يساوي يا ترى؟ من يخبرني؟ أحسنتم، إجابة جميلة. هيا بنا لنقوم بعد جميع هذه النقاط في قطعة الدومينو. هيا بنا، لدي هنا 3 لنستكمل العد، 4 5 6 7 8. إذن إجابتكم صحيحة، تحتوي القطعة على 8 نقاط. إذا قمت بإدارة القطعة فأصبح لدي في الجزء الأول كم نقطة؟ 5 نقاط، وفي الجزء الآخر؟ نعم 3 نقاط. إذن كم نقطة لدي؟ هيا بنا لنعد معا، كم قطعة لدي؟ كم نقطة؟ 5. أحسنتم، لنستكمل العد، 5 6 7 8. أحسنتم، إذن عندما قمت بقلب القطعة أيضا حصلت على العدد 8، 5 زائد 3 يساوي 8. إذن ماذا تلاحظ؟ نلاحظ بأن لا يتأثر ناتج جمع العددين بتغير ترتيبهما، وتسمى هذه الخاصية خاصية الإبدال. ماذا تسمى؟ أحسنتم، خاصية الإبدال. والآن لدي قطعة أخرى، في الجزء الأعلى كم نقطة يوجد لدي؟ أحسنتم، 5 نقط. وفي الجزء الآخر كم نقطة؟ هل يوجد نقط؟ كلا لا يوجد، إذن كم؟ 0. أحسنتم، إذن 5 زائد 0 يساوي 5، والصفر زائد 5 يساوي 5 أيضا. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن ناتج جمع 0 إلى أي عدد يساوي العدد نفسه. والآن لدي قطعة أخرى، لدي هنا في الجزء الأول كم عدد النقاط؟ أحسنتم، لدي 4 نقاط. وفي الجزء الآخر كم نقطة؟ أحسنتم، لدي 3 قطع. إذن 4 زائد 3 كم يساوي؟ إجابة جميلة. هيا بنا لنعد معا، هنا لدي 4 لنستكمل العد، 5 6 7. أحسنتم، إذن 4 زائد 3 يساوي 7، إذ قمت بإدارتها مرة أخرى. كم عدد النقط هنا؟ جميل، 3، وهنا 4. إذن 3 زائد 4 كم يساوي؟ هيا بنا لنعد معا، هنا لدي 3 لنستكمل العد، 4 5 6 7. أحسنتم، 3 زائد 4 يساوي 7. أحسنتم، 3 زائد 4 يساوي 7، و4 زائد 3 يساوي أيضا 7. والآن لدي قطعة أخرى، لدي الآن هنا 6 نقاط وهنا 0. 6 زائد 0 كم يساوي يا ترى؟ أحسنتم، يساوي 6، إذ كان لدي 0 زائد 6 كم يساوي؟
أحسنتم، 6. رائع. والآن لدي قطعة أخرى. لدي هنا نقطتان وهنا 4 نقط. 2 + 4 كم يساوي يا ترى؟ من يخبرني؟ أحسنتم، رائع، 6. وهنا 4 + 2 كم يساوي؟ جميل، 6. والآن لدي مجموعة من التدريبات، أريد منكم إيجاد الناتج في السبورة البيضاء. لديكم 3 دقائق. واحد، 2، 3، إلى الأعلى. إجابات جميلة، أحسنتم. هيا بنا لنتأكد من إجاباتنا على السبورة. هيا بنا نبدأ. 5 + 4 كم يساوي؟ أحسنت، 9. 4 + 5 كم يساوي؟ جميل، 9. ولدي هنا 3 + 0 كم؟ جميل، 3. و0 + 3 كم يساوي؟ كم؟ أحسنت، 3. وهنا لدي 3 + 7 كم؟ إجابة جميلة، 10. ولدي 7 + 3 كم؟ 10، أحسنت. ولدي هنا 8 + 0 كم يساوي؟ من يخبرني؟ أحسنت، 8. ولدي هنا 0 + 8 كم يساوي يا ترى؟ كم؟ جميل، 8، أحسنتم. والآن أجد ناتج الجمع، أريد منكم إيجاد الناتج في السبورة البيضاء. لديكم دقيقتان. Thank you.
واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. جميل جميل، إجابات مذهلة، أحسنتم. هيا بنا لنتأكد من إجاباتنا على السبورة. لدي هنا اثنان زائد صفر كم يساوي؟ أحسنت، اثنان. وهنا لدي صفر زائد اثنان كم يساوي؟ أحسنتم، اثنان. ولدي هنا خمسة زائد ثلاثة كم؟ جميل، ثمانية. وهنا لدي ثلاثة زائد خمسة كم؟ أحسنتم، أيضا ثمانية. والآن حان وقت التدريب، سوف أقوم باختيار الإجابة الصحيحة. لدي ستة زائد اثنان كم يساوي؟ واثنان زائد ستة كم يساوي؟ هل يساوي سبعة أم ثمانية أم تسعة؟ هيا بنا نجد الإجابة في السبورة. واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. إجابة جميلة، أحسنتم. هيا بنا نتأكد من إجابتنا. ستة زائد اثنان كم يساوي؟ اثنان زائد ستة كم؟ من يخبرني؟ هل الإجابة سبعة أم ثمانية أم تسعة؟ من يخبرني؟ أحسنتم، ثمانية، رائع. والآن لدينا سبعة زائد صفر، والصفر زائد سبعة كم يساوي يا ترى؟ هل يساوي سبعة عشر أم سبعون أم سبعة؟ اكتب الإجابة في السبورة البيضاء، لديكم دقيقة واحدة. واحد، اثنان، ثلاثة، إلى الأعلى. إجابة صحيحة، أحسنتم. هيا بنا لنتأكد من إجابتنا على السبورة. ما هي الإجابة؟ هل هي سبعة عشر أم سبعون أم سبعة كم؟ أحسنتم، سبعة. والآن حان وقت المزيد من التدريب، أريد منكم الرجوع إلى كتاب الطالب صفحة 35 وكتاب التمارين صفحة 13. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ونراكم في دروس أخرى. إلى اللقاء.